الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد وشفيعنا إلى يوم الدين. في الحقيقة إن الله عز وجل بارك للمسلمين في بلاد الشام، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد الشام. وتكلمنا في لقاءات سابقة عن الفتوح الإسلامية، أسباب الفتوح الإسلامية ومكانة بلاد الشام، وكذلك الأسباب الحقيقية الدينية والسياسية والاقتصادية والجغرافية والاجتماعية والقومية من أجل فتح بلاد الشام. وطلبنا من طلابنا بعمل نشاط عن ما هو موقف القبائل العربية من فتح بلاد الشام. ثم كان هناك محاضرات عن المراحل التي تم فيها فتح بلاد الشام، وفي هناك كان 3 مراحل. مرحلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرحلة كانت مقدمات الفتح، رحلة الإسراء والمعراج، وكذلك المسلمين كانوا يتوجهوا في صلاتهم إلى القبلة، قبلة المسلمين الأولى، وهي المسجد الأقصى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن البراء بن عازب: صلينا نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفنا نحو الكعبة. كذلك أكثر من ذلك أيضا كان هناك غزوات زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل دومة الجندل، مثل ذات السلاسل، غزوة مؤتة، وغزوة تبوك. وظل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يعد ويعني يجهز جيش أسامة بن زيد إلى بلاد الشام. هذه كانت المرحلة الأولى. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة ثانية، هذه المرحلة هي المرحلة الثانية، وهي مرحلة الغزوات في أبو بكر الصديق، غزوات في عهد أبو بكر الصديق، مرحلة الغزوات في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه الغزوات إنه سيدنا أبو بكر سير مجموعة من الجيوش، مجموعة من الغزوات، وأشار عليه الصحابة المثنى بن حارث الشيباني. وأول جيش جهزه أبو بكر الصديق إلى بلاد الشام كان جيش يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وأول لواء عقده كان خالد بن سعيد رضي الله عن الصحابة أجمعين. وحدثت المعارك ومداثن وغيرها من المعارك، وفي نهاية حياة أبو بكر كانت معركة 13 هجرية أو معركة أجنادين في قرية بن جبرين الفلسطينية. ثم مات أبو بكر وتولى الخلافة ببعد عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب أيضا كان في عهده أهم المعارك، معركة اليرموك التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة. اليوم موضوعنا طبعا نؤكد من قبل أنه كان في امتحانات نصفية إلكترونية، هذه الامتحانات كانت من السهل اليسير، ثم في امتحانات غير المكتمل الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 27 أو 29 نوفمبر، ويكون وفق جدول هتنزل الجامعة. كانت خسائر المسلمين صغيرة بالمقارنة مع خسائر البيزنطيين. إذن نحن اليوم نتكلم عن النتائج المترتبة على غزو بلاد الشام. خسائر المسلمين كانت صغيرة بالمقارنة مع خسائر البيزنطيين، وهذه الخسائر جعلت البيزنطيين غير قادرين على إرسال أي حملة كبرى لاسترداد بلاد الشام. ونجد أنه ملك أو إمبراطور بالدولة البيزنطية هرقل قال: سلام عليك يا فلسطين، سلام عليك يا سوريا، سلام لا رجعة بعده.
إذا بدأت الحاميات الرومانية بالتقهقر، لم تعد قادرة على الدفاع. أول نتيجة هي الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي تلقاها الرومان. كذلك أيضا كان هناك انهيار الروح المعنوية لجنود الرومان، وأصبح هناك لديهم عقدة أنه أصبح الجيش الإسلامي ينتصر من مسيرة شهر، مجرد ما يسمع هناك جيش إسلامي يشعروا أنهم إلى هزيمة. وتم تحطيم تفوق الروم المادي والبشري، لأن العرب امتلكوا الإرادة، امتلكوا التخطيط، امتلكوا المبادرة، إدارة العمليات وتحديد مواقعها ومجرياتها وتدمير أكبر جيش في العصور الوسطى. فخسرت الإمبراطورية البيزنطية بلاد الشام، وانتقل مركز القيادة من أنطاكيا إلى القسطنطينية، وبذلك أنهت هذه الفتوح حكم الروم لبلاد الشام إلى الأبد، وسلخت كل ممتلكاتها فيها وهزت مواقعها بين دول ذلك العصر. واستطاعت جيوش المسلمين أن تدمر الروح المعنوية والمادية لجيوش الرومان. بالمقابل ارتفعت الروح المعنوية عند الجيش الإسلامي والمسلمين بصفة عامة، وزرعت الثقة في نفوسهم، وأظهروا للعالم أن الجندي العربي إذا ما تحلى بعقيدة إسلامية، عقيدة قتالية صحيحة، فإنه حتما منتصر. أضافت معارك اليرموك وأجنادين وبحل وفتح دمشق وحمص وغيرها مساحات جغرافية كبيرة امتدت إليها رقعة الدولة الإسلامية، وكذلك خبرات قتالية عظيمة أهلت الجيوش الإسلامية أن تكون أقوى الجيوش. وبالتأكيد كان هناك استخدام الإبل في النقل وغيرها في القتال على مساحات واسعة، وبالتأكيد أن هذه الحركات كانت أشبه بالوكان الذي غير المعالم في منطقة وكانت خاضعة وتابعة للاحتلال الخارجي. وتم لم شمل القبائل العربية والإسلامية في العراق وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية ومصر وشمال إفريقيا، وأصبحت هذه القبائل العربية لأول مرة تحت اتحاد وحدة واحدة هي وحدة العالم الإسلامي. إذن بدأ هناك انفتاح وهجرة كبيرة من الجزيرة العربية إلى هذه البلاد الطيبة بلاد الشام، وبدأت القبائل العربية في بلاد الشام من قبيلة القبائل القيصية والقبائل اليمنية وآل الربيع وغيرهم، لخم وجذام وبنو ضبيب وبنو طي وبنو غسان، كل هذه القبائل العربية لتشارك في نهضة كبيرة لبلاد الشام بشكل كبير، وبني كلب في جنوب سوريا. وهنا السؤال، هل انتقل الإسلام بحد السيف في بلاد الشام؟ أولا المسلمون الفاتحون كانوا يأتون إلى البلاد فيعرضون الإسلام ثم الجزية ثم القتال، فكان دائما هم يحاربون من يمنع انتشار الدعوة الإسلامية. ثانيا أن الجيوش الإسلامية دخلت مدن كثيرة ولم تقوم بالاعتداء على مدني واحد، ولكنها كانت تواجه فقط وتحارب الجيوش العسكرية. أيضا هذه الجيوش العسكرية كانت تحيط الحرب بسياج من الرحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم ومن بعد أبو بكر: لا تقطعوا شجرة، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، اتركوا الرهبان في الصوامع، لا تأكلوا بهيمة، لا تقتلوا بهيمة إلا لمأكلة، لا تجهزوا على الجرحى، لا تتبعوا الفارين، لا وأكرموا الأسرى ولا تمثلوا بجثث القتلى. فإذا كانت حرب المسلمين التي هي من أجل نشر الدعوة الإسلامية إنما هي حربا دفاعية. إذن كان هناك انتشار واضح، كان هناك حرية دينية لم تكن موجودة حتى بين أبناء الديانة المسيحية نفسها، كان هناك حرية دينية ونبذ الاضطهاد ونبذ الرق والنخاسة والعبودية. وأيضا المسلمون لم يحملوا سلاحا
إلا لهذه الغاية السامية، ولم يضحوا بأرواحهم إلا لتكون كلمة الله العليا. وما يلاحظ في فتوح جنوب بلاد الشام كثرة عهود الصلح، والسبب في ذلك أن كل مدينة كانت تطالب بإبرام عهد خاص بها، إذ أن كل مدينة منها ظروفها وإدارتها المحلية المسؤولة عن شأنها. جند دمشق، جند حمص، جند فلسطين، كانت هذه هي المراكز الأربعة العسكرية في بلاد الشام، جند دمشق وجند حمص في الشمال وجند الأردن وجند فلسطين. وهذا التغيير السياسي والجغرافي استلزم تنظيمات إدارية جديدة مثل نظام الدواوين والولاء الذي ظهر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيضا المسلمون انتشروا في الأرض، زادت أعداد المسلمين، دخل الإسلام أقوام جديدة مثل الترك، مثل الفرس، مثل الأكراد، مثل الزنوج، مثل البربر، وطبعا العرب، وكذلك الملايو في مناطق التجارة الإسلامية في ماليزيا وأندونيسيا، والأردو في أفغانستان وباكستان وكشمير وشمال الهند وغيرها. كان لنجاح الفتوح أثره الجذر في تغيير أسلوب العيش وطريقة الحياة، وبدأ هناك ظهور التمدن والتحضر بدلا من العيش في البادية. فبالتالي قد يأتي سؤالا في الاختبارات يقول يعني ما هي النتائج المرجوة والنتائج المتوقعة في الحفاظ على يعني حقوق المسلمين في بلاد الشام، أو ما هي النتائج المترتبة عفوا على فتوح المسلمين في بلاد الشام؟ هذا سؤال من الطبيعي أن يأتي في الاختبار، ما هي النتائج التي تحققت من فتوح بلاد الشام. طبعا هناك خبرات قتالية، خبرات إدارية، انتشار رقعة الدعوة الإسلامية، زيادة أعداد الدولة الإسلامية، أصبحت الدولة الإسلامية من دولة محلية إلى دولة إقليمية، وبعد فتوح بلاد الشام ومصر والعراق أصبحت الدولة الإسلامية قوة عالمية، وهذا ظهر متجليا في عصر الدولة الأموية التي بدأت تغزو القسطنطينية وتحارب الدولة البيزنطية. إذا كان هناك استراتيجيات اعتمدت على تعليم الرجال وبناء الرجال من أجل تخطي الصعاب. وهناك طبعا كان دور كبير للمجاهدين من الصحابة، وكذلك دور شغلته النسوة صد الفارين ورفع الحمية لديهم للعودة إلى أرض المعركة، وإسعاف الجرحى وتقديم الماء وإعداد الطعام والمشاركة في المعارك. ويقول الواقدي: ولقد رأيت منهن امرأة قد أقبلت على علج عظيم وهو على فرسه، فتعلقت به وما زالت به حتى نكسته على جواده وقتلته. كما ثبتت أن النصر في المعارك لا يكون بكثرة العدد أو العدة، وإنما بقوة الإيمان وقوة العقيدة وقوة الإعداد والتخطيط والتنظيم وبراعة القيادة وارتفاع الروح المعنوية. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الفتح فتح آفاقا جديدة للدعوة الإسلامية، فتهيأت مرتكزات للدعوة الإسلامية، وأصبحت معركة اليرموك معركة خالدة في التاريخ الإسلامي يذكرها الأجيال جيل بعد جيل، أنها أدت إلى وجود جيش عربي إسلامي متمرس في التجارب، قوي الشكيمة، له ثقل في الساحة الإقليمية والعالمية فيما بعد بسبب هذه البراعة الكبيرة. وكانت المعارك مهمة ومتتابعة، فبالتالي أظهرت على المسرح قيادات عسكرية كبيرة. هذه القيادات العسكرية أصبح الآن لها مثال في التاريخ، مثلا خالد الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان وشداد بن أوس التميمي وعبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل. كل هذه القيادات الإسلامية يعني أثقلت التاريخ العسكري للأمة الإسلامية. إننا عندنا نماذج
قوية ونماذج حقيقية من أجل الارتقاء بالعالم الإسلامي. فتحت هذه الفتوحات عصرا جديدا في تاريخ الإنسانية، فتوقف تاريخ العالم، ومن هنا بدأ عهد جديد. إن الزمان استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا دخل في الجيش الإسلامي قوات جديدة من أهل الشام، من أهل تيماء، من أهل دومة الجندل، من أهل عكا ويافا والخليل وغزة، وكذلك انضم أهل حلب وحمص ودمشق وبعلبك. كل هذه المناطق انضمت إلى بلاد الشام، وأصبحت هذه البلاد يعني أهم البلاد العظيمة. أيضا أخذ التوسع الجغرافي المتدرج الدعوة الإسلامية شكل مراحل، فكان تأسيس الدولة العربية الإسلامية الأولى كما كان بسيطا في البداية، ثم أيضا تشكلت قوات إسلامية جنوب بلاد الشام، واستمرت وزاد العمل على تحقيقها في عصر الخلفاء الراشدين، إذ كانت بلاد الشام بمثابة البوابة الأولى التي تؤدي إلى كافة المناطق الشمالية باتجاه القسطنطينية باتجاه مصر وشمال إفريقيا، وشكلت ممرا لأهم الطرق التجارية، وكانت ميدانا للصراع بين أعظم إمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية. فخضعت الفرس طارة وللروم طارة أخرى، فعانى سكان الكثير من الميلات، وكانوا دائما تابعين وليس حكاما مستقلين، وبالتالي هنا الغساسنة وكانوا هما المعيار الوحيد لتسلم البيزنطيين لهم الحكم. ولكن بزوال البيزنطيين زالت قوة الغساسنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر جديا، ما جمع الصحابة وبشرهم فتح بلاد الشام، جمع مالك بن عوف وقال اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس. فنجد أنه كان هناك بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد الشام. النشاط العسكري الإسلامي استمر واستمر بشكل كبير لولا حدوث فتنة ما بين المسلمين. هذه الفتنة كان السبب فيها هو استشهاد سيدنا عثمان بن عفان على يد فئة مارقة من المنافقين وحديثو العهد بالإسلام والجهلة. هذه الفتنة التي دبرها اليهود أوقعت المسلمين في فتنة أكبر منها ومقتلة عظيمة، معركة صفين ومعركة الجمل. هذه المعارك التي استشهد فيها من المسلمين 75,000 مسلم. هذا كان من العبر والدروس والأمور التي نحزن عندما نتذكرها، الفتنة الكبرى ما بعد مقتل عثمان بن عفان. واستمرت هذه الفتنة إلى يوم تولي معاوية بن أبي سفيان الحكومة والدولة والخلافة، بعد أن كان واليا على بلاد الشام لمدة 20 عام، ثم أصبح خليفة أيضا لمدة 20 عاما. أيضا الوجود الإسلامي أظهر تسامحا كبيرا في العلاقة مع الدولة البيزنطية ومع المسيحيين، وظهر ذلك وتجلى بأخلاق المسلمين أثناء الفتح، وكذلك أيضا تجلى في تطبيق ما يسمى العهدة العمرية. هذه العهدة العمرية التي أظهرت مدى التسامح الذي اتسم به الإسلام وحرصه على حقوق الإنسان قبل أن تعرف المواثيق الدولية ب14 قرنا. وبدأ مع هذه الفتوح عصر جديد، عصر زالت فيه قوى الظلم وسادت فيه قوى الحق التي تميزت بروح التسامح الذي كان له أكبر الأثر في اعتناق أعداد كبيرة من سكان جنوب بلاد الشام للإسلام في نهاية المطاف. وأظهر البحث الموقف العام لأهل الشام من الفتوح، وأوضح ما واجهت الجيوش من صعوبات في أثناء الفتح، وذلك ضمن منظور علمي يعتمد أساسا على العدل مع الصديق والعدو، وعلى مطابقة واقع الأمة مع مبادئ الإسلام، والتركيز على رصد هذه الفتوحات من زاوية جديدة، وهي زاوية البناء التربوي للفرد وبناء الأمة كلها في محاورة النصوص واستنطاقها واستخراج أصدق صورة ترسمها. ويستخلص من هذه الدراسة عدد من النتائج والملاحظات.
لم يكن سكان جنوب بلاد الشام بكل فئاتهم يتمتعون بمثل هذا الأمن والاستقرار الذين تمتعوا به بعد مجيء الإسلام، وقد عانوا كثيرا في أثناء حكم الدولتين الفارسية ومن ثم البيزنطية، إلا أن الإسلام كفل لهم حقوقهم الدينية والدنيوية، والراجح أنهم مارسوا أعمالهم التجارية والصناعية بكل حرية، ولم يعترض لهم المسلمون بشيء يسيء إلى نشاطهم الاقتصادي والديني. ويؤكد لوبون أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب ولا دينا سامحا مثل دين الإسلام. أيضا لم يكن الإسلام دين حرب، بل كان دين السلام، دين الدبلوماسية. فالهدف الأول والأخير هو نشر الدين الإسلامي، والدليل على ذلك أن الدعوة بدأت بإرسال الرسائل. لم يتغلب المسلمون بقوة جيوشهم فقط، بل تغلبوا كذلك بقوة إيمانهم، فكان النصر يأخذ أماكن متعددة ومختلفة غير نصر ساحة المعركة، وإنما كان النصر في كسب تلك الأعداد الهائلة من أبناء جنوب بلاد الشام واعتناقهم للإسلام. إن هذه الغزوات والسرايا والمعارك لم تكن فقط لتحقيق أهدافا قريبة ومباشرة، إنما سعت إلى تحقيق أهداف بعيدة تمثلت بفتح كل المناطق المجاورة من خلال فتح جنوب بلاد الشام. خروج العرب بشكل عام من حالة الضعف والتمزق لتظهر لأول مرة دولة عرفت بالدولة الإسلامية. نحن نعلم أخيرا أن العرب والمسلمين كانوا دائما يعني قبائل متفرقة، فيمكن القول أنه كان العرب إما تابعين للفرس أو تابعين للروم، ولكن بعد الإسلام أصبح هناك قوة عربية إسلامية استوعبت العرب واستوعبت كذلك الشعوب الأخرى. ارتفعت مكانة القدس والأقصى وبلاد الشام، خاصة في عهد الدولة الأموية وبناء المسجد القبلي وبناء المسجد الأقصى وغيرها من المساجد، كإعمار مسجد الخليل الحرم الإبراهيمي ومسجد الكبير، وكذلك في القصر الرصافة بالرملة، وفيما بعد في عهد المماليك مسجد أحمد باشا الجزار وغيره من المباني، وأيضا الأبنية في العهد العثماني. أيضا كان هناك اهتمام كبير بالدولة الإسلامية، بالجيوش الإسلامية والغزوات والأسطول البحري الكبير اللي كان يعني يغمر العالم الإسلامي ويقوم بمساندة الفتوح في بلاد المغرب والفتوح في أوروبا وإيطاليا وصقلية وبلاد الأندلس. فإذا شهد العالم الإسلامي نهضة إسلامية كبيرة، نهضة إسلامية عظيمة، نهضة إسلامية عريقة، وظهر العلم والعلماء في بلاد الشام، الإمام المقدسي والإصخري والإمام الأوزاعي والإمام الشافعي والشعراء وغيرهم الذين أظهروا فنونا من الشعر والأدب والعلوم المختلفة في بلاد الشام. إذا نتكلم أن بلاد الشام أعطت قوة اقتصادية، قوة سياسية، قوة جغرافية، قوة إيمانية بأهمية هذه البلاد الإسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بفتح فلسطين وبلاد الشام وتحرير دمشق من المعتدين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم، وإلى محاضرات أخرى بأمر الله. وكل الشكر لإخواننا في التعليم عن بعد الأستاذ صائب عيد وهذا الفريق الطيب الذين يساهمون في التعليم بجامعة الأقصى، وبارك الله فيكم.